بطوله. انا هادشي اللي كنحس به ملي كتشوف لي فار كتشوف بحال الاستقرار بحال فرقه كتلعب في واحد النيفو فرقه كتلعب في نيفو اخر. كاين الاستقرار فهمتي، تلقى واحد فرقه كما قلتي عندها واحد الاستقرار، عندهم لعابه في المستوى، عندهم مدرب في المستوى، اداره تقنيه في المستوى، جميع الحوايج اللي خاصه تلقى موجودين. كاين واحد التكامل ما بين هذو الاطراف، كلشي موجود. علاش ما تكونش بحال هكا؟ انا ما بغاتش. انت عندك احسن لعابه احسن مدرب، تتريني في اجواء زوينه ونتمنوا لهم التوفيق ويبقاو هكا. انا لي فار ولات في حكره، ولات كتشوف فرقه كتحكر عليهم. بطوله فرقه مزيانه، فرقه صحيحه، ما فرقه صحيحه وكتادي اداء صحيح يستاهلوا. وي اداء صحيح بلو سونس بروبر، يعني ما كاينش بوكو ديشي، اكثر فعاليه دفاعيا اقوى. اش كتسنى من هاد الفريق هذا بحالك الا بيكون منافس على اللقب، وايضا هو الحامل ديال اللقب. يعني كاين واحد لا كونتينيتي كما دوي عليها سعيد، كاين واحد الاستقرار. داكروز باقي خدام في الاداره التقنيه، عاد شوف لوساتور ديال ليكيب ديما بقى هو كيلعب مع بعضياته واحد 3 سنين اي بلوس. لا جبدنا حريمات وجبدنا الصوابي ومفيد وكرب شلك فاتي وشلك سليم. وباش نقول لك بقيتي باش نقول لك المعلومه اللي يمكن قليل اللي عارفه قليل، ونقول لك المعلومه القليل اللي عارفه هو ان لي فار سالاو لي ريكروتمون ديالاش اخبارك ديال العام الجاي ديال هاد الصيف. ديال هاد الصيف سالاتهم لي فار، داروا 6 ديال الانتدابات اللي دارت. واش عرفتي انا؟ وكيفاش باش عرفتي انا؟ عرفتها علاش بغيتيني باش نعرفها باش زعما عندك مصدر ديالك زعما استاد الانتدابات لي فار سالاو لي ريكروتمون ديالهم. صوف الا مشى شي واحد في هذا الميركاتو هذايا خصهم شي واحد شي لاعب بديل باش يعوضوا هذا الخصاص اللي مشى ليهم. يعني انت بغيتي تقول لي بان الخدمه ديال الصيف سالات لي فار في شهر 4؟ سالات دابا سالات لي فار. لي فار عارفه راسها اش كيتسنى العام الجاي، وعارفه خصها تلعب لا ليغ دي شامبيون، وعارفه النكسه اللي دازت على هذاك العام ولا فوت اللي دازت على هذاك العام ولا الماتش اللي كانت تستاهل تدوز فيه وما جراوش الدراري بواحد الشكل واحد الشكل مناسب. لانه الماتش عرف جوج اداءات، اداء ديال لالي كيختلف على الاداء ديال الروتور، عاد زيد الملعب اللي ما لعبوش فيه ما كانوش لي سونساسيون، كان سبب رئيسي في اقصاء الجيش ثم اقصاء الوداد. هو الملعب الكبير ديال مراكش، اولا الكوتي ديال البوبليك، عاد زيد لابيلوس كانت وصعيب هذاك التيري ديال مراك، صعيب كاتاستروفيك، واكله العصا ابيمي. الماتشات كتلعب فيها التيفاق، كتلعب فيها الكوكب، كتلعب فيها الكوكب سبب مباشر في الاقصاء ديال هاد لي دو زيكيب. راه اللي زويتي على البونطوج ديال لي فار، راه في اي مره كيدير الفرق. راك شتي ديال كيدخل حل لك الماتش بداك الدوزيام بوت اللي كيتحمل نفسك الكواليتي والجول، لا في الدوزيام لا في الثروه.